حتى بالكاشي خدعناك بقى عشهود قبلنا بالتليفون يكسر جناك يا خويا رانا حكمناك بشكارة رانا ورطناك حتى بليشك زدناك شفناك على المباشر رحنا فضحناك يا خويا رانا حكمناك. بونجما كيستدعيناه للحضور في الحوار السياسي الطريق إلى البرلمان جاء مهتم ولبس الكوستيم الخاص بالمناسبات الكبرى وكأنه حس بالبرنامج مختلف عن البرامج الأخرى. قولوا مارك إيطاليا 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 ألو هاني في التلفزيون دوك نخرج نعيط لك هاني في النهار دوك نخرج نعيط لك راح نغلق التليفون راح نسجل هاني في النهار. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من الطريق إلى البرلمان. تحية طيبة لكل الصحفيين والصحفيين النهار أصبحتوا ما عندكم حتى حركة سياسية تتميوا لها. كل جزائري كل مترشح اللي دار أخطاء يتحمل مسؤولية يتحمل مسؤولية هذا هو الشيء اللي خلانا اليوم نزيدوا الأمل. تصوير البرنامج بدا والموضوع كان الاستعدادات للانتخابات البرلمانية والسي بونجما كما عودنا بدا يتفلسف. لازم الإنسان يكون عنده الماضي باش يبني المستقبل لأن أنت تعرف إلا خلطوا في الإسلام وخلطوا في المال ما تبقى سياسة. لا ما عندناش واحد جبناه كلهم مناضلين ولاد الحزب ولاد الحزب ممتاز. ربع سنوات هما يناضلوا ويخدموا في الولايه تاعهم ممتاز والحمد لله. سي خالد نشوفوا الان تقرير أنجزناه في قناه النهار حول جبهه العداله الاجتماعيه نشوفوا هذا الروبورتاج ثم نعطيك التعليق عليه او اضافات اخرى. الساعه تشير الى 11 صباحا موعدنا بعد لحظات مع احد مسؤولي حزب الجبهه الوطنيه للعداله الاجتماعيه بعد وساطات واتصالات من أجل انخراط وتصدر القائمة في ولاية من الولايات الداخلية الشروط التي وضعها الشخص المكلف من قبل خالد بونجما باستقبالنا نسخة عن بطاقة التعريف صورتان شمسيتان وشيك باسم زعيم الحزب. السلام عليكم. الحمد لله انا اللي عيط لك الملف راه واجد ولما نجح نايس تفضل. تفضل بيت تفضل واجد واجد عمرنا هذا الاستماره. حاولنا التواصل مع أحد المنشقين عن زعيم الحزب وبعد اتصالات ومحادثات طويلة استطعنا الحصول على هذه الوثيقة تعليمة لزعيم الحزب خالد بونجما يأمر فيها بضرورة تعزيز رجال المال والأعمال في قوائم الحزب مهما كانت مصادر أموالهم وخلاصة القول المثل المعروف اللي مزوق من برا وشحالك من داخل. يا استاذ ما كاش اللي عطانا الشاك هذا الشاك تاعنا انا عندي نسخه منه نسخه معليش وريه لي عندي ما نقدرش نوريه لك يا استاذ ما نقدرش نكشف اسم الشخص. شوف يا استاذ أنا. يا استاذ انا احنا عندنا اليوم 17 ولايه اللي عطانا سنتيم جيبوا لي التلفزيون يقول لك انا مديت سنتيم البنش يعني تكذب وش بثينا انا كذب وش بثينا. احنا تعلمنا الحزب تاعك هي عندي شفناها الان في التحقيق أه؟ وش تقول فيها انت؟ تقول في إطار التحضير الجيد للاستحقاقات المقبلة والمتمثلة في انتخابات تشريعية فإنني أشدد على ضرورة فتح أبواب الحزب أمام رجال المال والأعمال واستقطابهم في كل الولايات إن هذه التعليمة جاءت للتماشي مع متطلبات المرحلة فالهدف الآن هو كسب أكبر قدر من مقاعد مجلس الشعب الوطني بأي طريقة كان. أي وثيقة قدام ربي وعباده ماشي خالد بونجما اسمح لي اسمح لي خالد بونجما أمام الشعب نتحداك أمام الشعب أمام الشعب نتحداك أمام القضاء أمام الشعب نتحداك ليس أحد من ذلك أمام الشعب. شوف يا أستاذ نجبد لك الوثائق ما تصدقش الفيديو ما تصدقش أيضا التعليم لا نتحداك نتحداك أمام القضاء يا مخرج هاي التعليمة هاي التعليمة هاي التعليمة هاي التعليمة هاي خالد بونجما ها والكاشي وكلش شوف
دور الاجتماعية كل الولايات إلى دور إنفتاعي. ياسر باش يزيد المصداقية البرنامج أكثر جاب جميع الأدلة للستوديو، وهنا فقد سي بونجمة السيطرة على نفسه. خالد بونجمة واش راه يقول؟ خالد بونجمة راه يقول أنا نديك أمام القضاء شيك وتجيب لي الأمضاء شيك أعطيني الشيك تاعي حرض الشباب على العنف. أنا مباشرة من خنشلة ناشط في المجتمع المدني والشباب زكي شرفة. صح خويا ياسر، الأخ خالد بونجمة العدالة والعدالة الاجتماعية. نعم. شافني ناشط الفيسبوك، شافني ناشط المجتمع المدني بزاف، واش قال؟ قال لي خويا أنت راك إطار بيضاء، نحبكم تجيبوا لي جماعة جية يكونوا البنية الجسمانية تاعهم قوية، يكونوا مسبوقين عدائيا في العدالة. نعم. المرات تاع لافلان ولا لندي حسب هذا وراك مخبي وراك. اسمح لي تخ يا ولد اسمح لي ما نعرف انت في خشله تعرف خشله دونك انا نقول انا نقول لي ده لصحاب خشله دوك يجوا لك يعطيني الشهاد وجبنا لك شاهد عيان وما زلت فضيحه هذه ماكش حد تعرف بها تفضل زكي تفضل يا استاذ اسم الفضيحه جايب لي شك ما توريهوليش انت مغطس في الفساد انت راك داخل في الفساد شكون انت راك غطس في الفساد انا انت فاسد انا فاسد فاسد هادي دي الفساد انا اللي درت زلزله تاع 80 انت فاسد حتى الصورة بتاعي أنا وهو أخ جليل نجابه معاه جد تعراق هذا هذا تلي تورث الشعب تخبيه انت أنا جيت أنا وجلال ريحت راكين كذاب خالد بونجمة شريف نعم شريف بشراء الناس بشراء الذمة عمري ما درت الفساد عمري ما درت الرشوة بشراء الذمة عمري ما نشري كنت مع سيدة كم ضحية تاعك هاتيهالي وراح تكلم في كل شيء هاتيهالي مساء الخير سيدتي اسمح لي بخويا المقدم ما نعرفش اسمك بصح والله والله ما تقوشي طليت لي على الجرح ديالك وريني وجهك ما نوريلكش وجهي انا راجل عليك انا راجل عليك الله يهديك انا يا فاش حاجه اللي قتلتني زعما تهضر باسم الوطنيه تهضر على الشكاره وانت يا انت اللي تحوس على الشكاره الاولاني واش بروميت لي نسقسيك برك المراه تدي دراهم ولا تبت واش واش بروميت لي واش بروميت لك ما بروميت ليش نكون على راس القائمه وي العاصمه مبروك عليك هذه درتك لا نوكل عليك ربي هذا واش نقول لك على خاطر تبرومي الواحد وتقعد به يا اخي جاي تهضر باسم الدين وتهضر باسم الوطنيه انت اللي راك خاربها الاولاني الاخ المقدم اقسم بالله غير واش قدمت كاع عندك الحق على خاطر انا الضحيه الاولى ديالو انا نعتز بنفسي مخاطيني ما عرفتش نصاب يا خويا رانا حكمنا المحامي الأستاذ نجيب بيطام عبر الهاتف. أستاذ نجيب أنت كمحامي كقانوني حابين تمد لنا خلاصة لما يحدث الآن في الساحة السياسية بعد ما شاهدت هذا النقاش مع سي خالد بونجمة. والله أنا صدمت لما أشاهد ولما أسمع. زعما أنت محامي زعما أنت محامي ويش الواد أنت محامي تقبض في الظلمة وحطموني في موقف محرج هيا خليك هيا حطموني في موقف محرج يبدو أنه عمل الشيء اللي قام به سي خالد بونجمة عمل محضر ومنسق بينه كرئيس حزب وبين ممثليه في الولايات هذا اللي خلينا نسقطوا عليه حكم الماده 176 و 177 من قانون العقوبات تكوين جمعيه اشرار لغرض ارتكاب جنح وقيل السي بونجمة غاشا وانا نصحو ما يعرفش اربع جرائم المفروض سياسي ما يرتقي سياسي واحد يجيب لي امراه تذهب لي ما نشوفهاش تقول لي سياسي راهو انتم تم غير سياسي لازم نكون انا مرابط انا كل امام السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ريا جيب لي امراه تباسكيها وتقول لي نعرفك ونسكت ناخذ اخر شيء سي خالد بونجمة ونختم البرنامج خذ واش تحب مع الجماعه ان امكن اخر شيء سي خالد هاو عندك شوفوا اقرا اقرا واش مكتوب Thank you.
الشعب الجزائري شوف هذا سكانوا هذه سكانوا يا اخويا الصحفيين يلعبوا في ضوء كثر خيرهم انا قبلوني راني نخلص امالكم يصحوا للمناسبه تاع سيدنا رمضان ان شاء الله فطوركم بيكون مليح اسمح لنا يا سي بونجمه النهار يحبوك ويعزوك وحبوا يرموك في الشوك غير باش يتستوك ورانا حكمناك يا خويا رانا حكمناك شكرا رانا ورطناك حتى بليشك زدناك شفناك على المباشر رح نفضحناك يا خويا رانا حكمناك هذا البرنامج برعاية كاب البنا